إذن انظروا هذه الأشكال الرائعة أمامي والمصنوعة من حبات الخرز، ربما اختفت في كثير من البيوت، ولكن هل ما زال بالإمكان تصميمها أو القيام بها؟ بماذا بحبات الخرز؟ هل الحبات جدا صغيرة لدرجة ما بدي ألمسهم كرمال ما يفلتوا من إيدي؟ من سيعلمنا؟ مصممة الأشغال اليدوية ميسون معدلي. صباح يا النور، صباح يا أهلا النور، وسهلا فيك يا أهلا مرة وسهلا ثانية. فيكي. يعني المرة الماضية كنا عم نقول الكروشيه صغير، إيه اليوم جبتي لي الأصغر الأصغر الخرز. منه. خبريني عن الأشياء اللي بتنعمل. أول شيء تسلم دياتك، الله يسلمك يا رب. كتير منهم بطلنا نشوفهم، إيه يعني نعم، اختفوا يمكن لأنه صعبين. لأنه شوي هو صعب، وفي بما يعني بيميلوا أكثر للملائط أو التيجان، لأنه بتكون حبة الخرز أكبر. صحيح، بس كونه صار عندنا في آلات، يعني صار فيني استخدم أي أنواع من الخرز حتى لو حلو. كانت صغيرة. شو شوفي فينا حتى أنا نعمل؟ اللي معي أصغر، اللي معك أصغر اللي من معي اللي أصغر معي. من اللي شكرا. معي طيب كمان. منيح. شو الإشكال اللي فينا نعمله من الخرز؟ يعني خبريني عن الأشياء اللي هلا أول شيء قدامنا. هو الخرز بيدخل بالملابس، أهم شيء بيدخل صح، بالملابس، بعدين بيدخل بتيجان الأفراح للعروس، لازم الملائط، فينا نعمل شجر، فينا نعمل كثير أنواع من الخرز، كثير مساحته واسعة. حلو. إيه نعم، حتى إذا وقت وحدي عم تساوي القلابية أو عم تساوي فستان العروس، بيزيد أيام شغلات من الخرز، فينا كثير نستغلهم بهيك شغلات. حلو. فينا نعمل شجر صغير وفينا نعمل شجر كبير منه حسب الرغبة. واليوم احنا رح نتعلم المبادئ ربما والأساسية. تمام، الأساسيات حتى ما حدا ياكل هم إنه أنا هي الخرزة الصغيرة معقول دخلها وحدة وحدة ما هلا بدنا بالسلك. نتعلم شو لا شو هلا شو الاشياء اللي بنستخدمها، يعني شو عم شوف في عنا. عنا هي شو هاي؟ الآلة، هي لسهولة تدخيل الخرز بقلب السلك، حلو. يعني حتى ما أضل أنا أعمل هيك، هي أنا بس حأبرمها وأدخل فيها الخرز هلا لحاله بيدخل، موضوع جدا دقيق. ايه بدخل بضل بدخل فيه اذا انا الخرز. علميني الست ميسون، بس تمام، انا لانه ما عم بسمعك اذا بتعلي لي صوتك براس شوي. حلو. السلك، طيب وين وبقدم كتير الكاميرا اللي عليه. انا اخذتني لنحطها؟ يلا خلينا نحطها هون بقدم مثلا. بس هيك، لازم تقدمي السلك لازم يكون قريب كتير من تمام، اصبعيني. هيك ايوه تمام، بيكون. كتير تمام. بعدين انا بفتيل وبدخل اها، الخرز بقلب السلك. انا خربت الدنيا. تمام، وبنبرمها والخرز وبنبرمها لحاله. والخرز لحاله بيدخل بقلب حزروا السلك. فزروا، كم وحدة دخلت؟ ولا وحدة. طيب حلو. حتى هيك يتعبى السلك طيب احنا بنضل كرمال ما ندخل. نحبط مشاهدينا، فرجينا حضرتك كيف دخلتيها، يلا، لأنه بتوقع أول حيكون شيء راس الموضوع. السلك بده يكون قريب من اصبعتين وشوي ميلة بعمل له حتى اقدر ادخل فيه، وبدخل الخرز بيتعبى، بنزل نرد بدخيل قد ما بحسن بدخل فيه. والله ايه، شايفين هي الآلة جدا زبطت معي. سريعة وحلوة، شو اسمها هالآلة؟ شو بنسميها؟ آلة الخرز لإدخال حبات الخرز الصغيرة حصرة بالسلك الرفيع، تمام. لأعمل منه أي شيء، شجر، تيجان، ملائط، أي شيء. إذا هي الحركة أو التقنية. شو في بعد تقنيات ضروري تكون عنا؟ الضروري إنه مو ضروري تكون هي الآلة طبعا، اللي ما عنده ايه، في يستبدلها بأي وعاء له غماء، يعني مشان نحط فيهم بقلبهم الخرز. والقطاعة اللي هي مخصصة لنقطع مخصصة فيها لنقطع فيها السلك، السلك. والأسلاك بعدين كمان أنواع حسب حبة الخرز، كل حبة خرز إلى سلك بيجوا معين، برقم يعني بيجوا أو برقم. إحنا؟ طبعا تمام. بيجوا برقم من طيب ثلاثة حسب الخرز اللي أنا موجود عندي، بستخدم السلك اللي فيها. ونفس الشيء مو موجودة هي الأداة، بستبدلها بأي أداة يكون إلى غماء، يعني حتى أقدر أدخل وبس، هي بالسلك. يمكن أسهل لأنه طبعا بنبرمها، طبعا، البرمة لأنه هي تخلي البرمة الموضوع بتخلي أسهل. بسرعة. ولكن اللي ما عنده في يعمل، حتى على فكرة حتى فكرة الجات أو الطبق كمان حتى مريحة، بالصحن يعني بس يكون بتوقع شوي له حتى ما ي... أماتنا ما كان عندهم هالآلة طبعا ما بس كان كانوا عندهم، يعملوا أشياء. بس بفتلها هيك، بفتلها وبعبي طيب هالمساحة كلها أنا من تعلمت الخرز. إنه أنا فاشلة بموضوع ما عم تزبط لا معي، بس أسلمك. يلا إن شاء الله. حتى الخرز يعني فيني أعمل الأطواق، فيني أعمل الأساور، يعني يختلف، عنا كتير مساحته واسعة، طيب كتير عنا أنواع من الخرز. احنا عم ندمج، يعني انا عم شوف هون انت دامجه اكثر من شكل، اكثر من موديل، تمام اكثر من لون، اكثر من مقاس كمان. تمام تمام كيف بتدمجيهم؟ انه يعني هلا احنا بنعمل مثلا من هيدا
طويلة وبعدين بنصمم فيها. بعدين تمام بعدين بنصمم فيها. يعني أنا بعد ما دخلت بهذا السلك ببلش شكل فيه الدواء، طيب بعمل بهي الحركة وبفتلها خلينا ثلاث بلكي واحنا بنحكي جرب الطولية شوي لبعدين تعملي لنا منها ما بعرف وردة وطبعا تقريبا. بالعدد، يعني كل ورقة بتاخد 8 حبات. طب في اشياء تانية ممكن نفوتها مع الخرز في وقت التصنيع؟ يعني خامات تانية مثلا اذا حسب التصميم يعني. طبعا من الخرز، يعني من خرز ضمن الخرز مقاسات ممكن فوت، مختلفة مكان تمام مقاسات مثلا. مختلفة، ممكن الورقة تكون بشكل، ممكن الوردة تكون بشكل معين، بس مثل السرو هون لازم يحافظ على انه السرو اللون البني اللي بحب، يعني يحافظ على مصداقيته. الورق اخضر، شجرة السرو الخضراء، الورد الجوري، صح، هنيك في هون حبة الحبة، الرمان، صح حبة حباتك الرمان أكبر كمان لازم شوي. منها أكبر شوي. طيب ست ميسون، أنا دايما إحنا بنسأل عن التعليم، يعني بنحب إنه نشجع مشاهدينا، مش غلط إنه يتعلموا طبعا هوايات طبعا جديدة، وبعرف إنه حضرتك بتعلمي كمان. طبعا سهل يعني سهل إنه الواحد يتعلم جدا، شكل كل خرز شيء أو إنه بأوله يعمل؟ بده تعليم، كل صح شيء بأوله، يعني بس هي لتفهم الشغلة أما كسهولة جدا سهل. يعني فينا بيوم واحد ناخذ ورقة، ناخذ وردة، نكتر الكمية، الكمية نعمل شجرة كبيرة. طيب يعني كل يوم على راحتك استخدمي وساوي، ملي وقتك يعني، سلي حالك. انا بحس انه بدها صبر، اي طبعا خبرينا بدها على صبر، موضوع الصبر لانه كل الأشغال اليدوية بدها صبر، كل شيء كل شيء شو بنشتغله بإيدنا تأثيرها؟ صبر. شو تأثير؟ يعني بس انا بحس انه انت ما بتعصبي ست ميسو، مستحيل حدا يعصبك صح؟ أبدا، لأنه هالإشياء بحس إنها بتعطي لأنه طولة بال، عن جد بتعطي كثير هدوء. بتعطي طولة بال، لأنه أنا وقت عم أشتغل هذا الشغل جدا مستمتعة فيه، بعدين وقت بلاقي هاي النتيجة يعني أنا عم أطلع فيها حاببتها، كل ما لي باخذ، يعني بدي أشتغل أكثر، بدي أعطي أكثر، وحتى بحب أعلم، أعلم يشتغلوا هذا الشغل، نصيحة مني يشتغلوا بالشغل اليدوي. أنا بعرف إنه بناتك اسم الله، الله يخلي لك الله إياهم يا يخليك رب، يا رب. بيعرفوا يعملوا كروشيه. اي نعم اي نعم، علمتيهم كروشيه على الخرز حتى كمان لقوا أو هذا سهل، لقوا اسهل من الكروشيه، فعلا؟ لانه هن بس عم يعبوا هالسلك بعدين عم نشكل منه هالوردات. يعني هي وقاعده لحالها بالسهره بتعبي بتعبي، ولا تنسي الاله سريعه جدا، يعني بسرعه بتعبي. هلا أنا شوفي طبعا انا بآخر واقفه معك، الفقرة، انا واقفه هلا عبيت السلك، هذا أنا السلك عبيت بيعمل هيدا لي 10 وردات. بعتبر منيحة برافو يعني عليكي، والله برافو عليكي، اول مره بداية عملت عبي جيدة. بدايه أول جيده مرة، جدا. أول مرة. طيب خلينا نعرف، لا أنا دايما في عندي، شوفي أنا جربت هيدا اللي عبيته تمام. أكتر من الكمية اللي فوتها بالسلك اللي كبيتها هون بالطاولة، منيح إنه الكاميرا ما بتجيبها. معلش بحس إنه الخرز بيضيع، ما فينا يعني نضبه او نحافظ عليه او ايه نعب. طبعا كيف بتخليهم انه كل واحد بلونه؟ انا بحس انه مثلا هون لو باخذهم مع البيت ايه، بكره برجعهم وكل لون بعلبه واحده، لا مستحيل، لانه لازم تحافظ على كيف الرتابة، بتحافظ عليهم؟ يعني كل لون له علبته، وبفضل تكون شفافة مشان أنا وقت بدي أختار اللون، بدي أختار الحبة، أعرف شو بدي أختار وبسرعة باخذها. يعني لازم تكون شفافة وما أخلط الألوان مع بعضها حتى ما أتعذب، حلو. يعني كل لون يكون لحاله بقلب علبة، وبصفهم برفوفي بمكان اللي أنا بحبه، بحيث بكل من وقت بدي انا اساوي شجره ورد جوري، بدي اساوي سرو، بدي اساوي النخله، يعني اختار الواني تكون كلها موجوده قدامي. انا حابه تعملي لنا ورده، ما بعرف انه الكميه اللي شكيتيها بتعمل ورده بتعمل مثلا. ورده؟ ايه خليني عم بعملها بهالآلة سريعة، ممكن دغري فورا اعمل ورده. السلك الرفيع بينفتل بس 3 فتلات ل4 فتلات لانه رفيع كتير. هلا يعني بنعرف انه مثلا هالاشياء اللي إيه؟ بدها كتير صبر، بدها كتير شغل، اختفت شوي، ما صرنا نلاقيها. زمان كانت كتير تنعمل لانه كانت تيجان الاعراس العرس، لابد منها. وما كان في حل يعني ماشين او شيء مكاين تعملها، كان صعب كلها طبعا، بتنعمل كلها يدوي. تنعمل يدويا كانت تنعمل. هلا كونه دخلت الالات ودخلت السرعه ممكن يدخلوا شيء ثاني، اما هذا الخرز ما ضل، يعني شغل الايد اللي بيساوي التاجات بالخرز ما زال موجود، بالاخص الاساور، الاطواق،
يعني موجود، ما بيطل هاي يمكن الشغلات. سبب من الأسباب إنه بياخد وقت كتير طويل. طبعا طيب بياخد قولي لنا قد ايه هالقطعة مثلا اللي قدامنا قد ايه بتاخد وقت مثلا، يعني إنه بلشت تشك انت كيف الخطة اللي بتمشي فيها؟ ببلشي أول شيء بتعبي تمام، هول، بعدين بعبي بعدين ببلش بساوي يعني بشكل بيكون في الوردات. وقت فقط انت عم تعبيهم تمام، حتى لهالسلوك انا بالخرز. ممكن اعبيه كله، يعني اعبي، وطبعا لازم نحبسه بقرنه حتى ما يطلع الخرز صح. لبرا يشربك الخيط معي، يكون اها شغلي مرتب. بشتغل وردات وردات، بعدين بقطعه، اها بخلي الورد كله قدامي، اها بعدين كمان بعدين بشكله، بتجمعيهم. بعدين بجمعه لاقدر اساوي هذا الشكل. يعني انت ما بتبلشي بورده ورده تعمليها، لا لا بنبلش نشكل الخرز، تمام، نبلش بعدين نشكل بنعمل الخرز. كل الوردات مثلا، بعدين الفروع مثلا، بعدين تمام، بنجمعهم مع بعدين بعض. قد ما بدي انا فيني كبر ال قد ما بدي فيني كبر الورد، يعني فيني اعملها شجره كبيره، فيني اعملها شجره او قد صغيره، ما بدك، او انا قد ما فرعها عندك صبر، قد ما عندك صبر، قد ما عندك وقت. قد ما في طولة بال. قد بتاخد معك هي مثلا، قد بتاخد هلا وقت هي هي كون تنشف؟ الورده الجوريه كتير بتاخذ وقت، يعني هدول لحالهم بياخذوا معي 8 ايام، 8 تاخد ايام معي بتاخذ، لانه كتير كميتها كبيره. لا من تنسي انه ايام انا كل يوم تشتغلي قد كل يوم كم عم ساعة اشتغل تقريبا مثلا؟ شي 3 4 ساعات بس، اما لو قاعده وقت طويل بيومين بخلصها، 3 ايام بخلصها. يعني احنا عم نحكي تقريبا 24 ساعة لتعمليها اي لهالوردة نعم، تاخد اي شغل. نعم. هاي المقاس كتير صغير يعتبر كمان، اما انا اذا بدي اعمل شجره كبيره مساحتها هي بدي اقعد فيها لا يقل عن اسبوعين، عن 3 اسابيع، لانه تصوري قديش نعمل يعطيكي كتير نعمل يعني الورده. فعلا، يعطيكي ألف عافية، الله يعافي وفعلا قلبك يا رب. عم تجيبي لنا الإشي اللي عم ذكرنا بالأيام الحلوة وبالأشغال الحلوة، وفرصة كمان كتير حلوة إنه نرجع نحييها لهالهوايات، يمكن ايه اللي كانت حلوة. حتى بتأثر على نفسيتنا وعلى طولة بالنا وعلى الهداوة وعلى ايه كل شيء. شكرا جزيلا. العفو، اهلا وسهلا. مصممة الأشغال اليدوية ميسوم معدن، اللي دائما بننبسط بوجودك وانا معنا، اكثر والله. والفقرة بتكون مميزة. الله يخليك، نهارك وشكرا سعيد. كثير، ونهارك شكرا اسعد. لك. الف شكر.